عاجل ننشر لحضراتكم تفاصيل القاعدة الروسية في السودان وعلاقتها بسد النهضة. وإثيوبيا تفقد سد النهضة بعد صراع طويل مع مصر وستفقد السد للأبد. وعاجل الآن القضاء المصري يرد على إغلاق مكتب رويترز في مصر. وعاجل تفاصيل تقديم استقالة وزير الإعلام المصري. وحادث قطار جديد في الإسكندرية ننشر لحضراتكم التفاصيل. وفي نبأ عاجل الكيان الصهيوني يعلن حالة التأهب القصوى. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نقول بسم الله ونبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وعاجل ننشر لحضراتكم تفاصيل القاعدة الروسية في السودان وعلاقتها بسد النهضة. في مصدر سوداني مسؤول أكد أن سفينة الرصد والاستطلاع الروسية إيفان خورس وصلت إلى ميناء بورتو سودان على البحر الأحمر، وفي كلام بيتقال إن في قاعدة روسية في السودان. المصدر اللي قال لوكالة سبوتنيك الروسية وصلت فرقاطة روسية إلى ميناء بورتو سودان دون إعطاء تفاصيل أخرى، يعني مفيش أخبار كتير عن القاعدة الروسية دي، ونجد يعني في تكتم من الإعلام على هذه القاعدة. وهذه المرة الثالثة التي تصل فيها سفن حربية روسية خلال شهرين ماضيين، ويأتي ذلك في إطار التعاون العسكري بين روسيا والسودان. كانت السفينة الحربية الروسية أدميرال دخلت ميناء بورتو سودان أواخر فبراير الماضي، كما دخلت إلى الميناء الفرقاطة سوتويكي 545 في مارس الماضي. ووفقا للاتفاقية الموقعة بين روسيا والسودان والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجستي في السودان لمدة 25 عاما. هذه القاعدة الروسية يمكن روسيا لها الحق في استخدام هذا المركز اللوجستي لمدة 25 عاما. وأصبح معروفا عن اتفاقية إنشاء نقطة دعم لوجستي أو قاعدة للبحرية الروسية في السودان في نوفمبر 2020. ووفقا للوثيقة لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات وسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من 4 سفن روسية من البقاء هناك في نفس الوقت. ويذكر أنه في عام 2017 أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أنه ناقش مع بوتين وزير الدفاع الروسي إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان. وفي أخبار اتنشرت عن أن القاعدة العسكرية الروسية دي فيها مدرج طائرات حربية، ولكن يعني ما فيهاش طيارات حربية روسية، فمن السهل ان يكون في اتفاقية بين مصر وروسيا في التنسيق للتعامل مع سد النهضة من خلال هذه القاعدة. الموضوع هيبقى سهل والسودان مش هيبقى يعني ليها اي تدخل في هذا الامر، يعني بكل بساطة عشان المجتمع الدولي ما يواجهش للسودان اي ادانات. هذه وجهة نظري، اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، صلوا على الحبيب محمد. ولو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي، ننتقل لخبر اخر. واثيوبيا تفقد سد النهضة بعد صراع طويل مع مصر وستفقد السد للأبد. في لجنة في إثيوبيا اسمها لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية قالت إن في جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في إقليم بني شنقول حيث يوجد سد النهضة غرب إثيوبيا. أنا أقول لحضراتكم البيان لأن كان في يعني أخبار اتنشرت عن هذا الأمر ولكن التفاصيل ما اتنشرتش. أنا بنشر لحضراتكم التفاصيل الآن. يأتي ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات حاشدة على التوالي لإقليم الأمهرة ضد النظام الإثيوبي وضد أبي أحمد، واحتجاجا على أعمال العنف العرقي التي تسببت في سقوط 50 قتيلا إثيوبيا. اللجنة أوضحت في بيان أن تقارير وردت عن ارتكاب تلك الجماعة أعمال قتل في حق مدنيين وخطف موظفين عموميين. واللجنة أضافت أنها تلقت تقريرا عن أن مقاطعة سيدال في منطقة كماشي بإقليم بني شنقول في غرب إثيوبيا تحت سيطرة
شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 إبريل الحالي، ولن تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها في المقاطعة التي يسكنها حوالي 25 ألف شخص. اللجنة قالت أبلغ سكان فروا من المنطقة لجنة حقوق الإنسان بأن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت ممتلكات عامة، خاصة أن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية فرت من المنطقة. ووردت تقارير عن مقتل مدنيين وخطف موظفين عموميين، وأضافت وفقا لسكان ومسؤولين تحدثت إليهم اللجنة فإن الجماعة المسلحة يفوق عددها قوة الأمن المحلية الموجودة في المنطقة. وتفجر العنف العرقي في بني شنقول في الشهور الماضية، وشمل هجوما في ديسمبر الماضي قتل فيه أكثر من 200 مدني، وتسكن المنطقة جماعات عرقية مختلفة منها قمص وأجا وشناسة وأمهرة، وشهدت هجمات دامية على المدنيين. وتصارع إثيوبيا لاحتواء أعمال عنف عرقي وسياسي في مناطق عديدة قبل انتخابات يونيو المقبل. وفي غضون ذلك قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بقيلي إنه تم تصميم سد النهضة بطريقة لا تسبب أي نوع من الضرر لدول المصب، ولفت وقال إن المنفذين السفليين من السد لديهم القدرة على إتمام سحب 50 مليار متر مكعب، وهو متوسط التدفق السنوي لنهر النيل، ويزيد نصيب مصر والسودان سنويا عن تلك الكمية، إذ تبلغ حصة مصر السنوية في مياه النيل 55 مليار متر مكعب مقابل 18 مليار متر مكعب للسودان. هذا الأمر طبعا يعني غير صحيح، وتم تجذيب هذه الأقاويل من الجانب الإثيوبي من قبل مصر. وقالت إنه يوميا اللي موجود في السد أو اللي بيخرجوا السد في الوقت الحالي هو 50 مليون متر مكعب يوميا فقط، وهذه الكمية يعني مش هتقضي مصر ولا السودان من مياه النيل. وطبعا مصر لن تسكت على هذا الأمر، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معنا وعاجل الآن. القضاء المصري يرد على إغلاق مكتب رويترز. قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري والمطالبة بإغلاق مكتب وكالة رويترز في مصر. وأصدر المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة القرار برد الدعوى واختصام صبري في دعواه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقال وكالة رويترز تتعمد نشر أخبار وتقارير صحفية ضد الدولة المصرية وأجهزتها ومؤسساتها، مما يضر بها ويثير بلبلة ويؤثر سلبا على الرأي العام. المصدر معنا كان من صحيفة المصر اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتيل خبر آخر وأعتقد أنه له علاقة برفض الدعوة من القضاء المصري. وأعلنت الحكومة المصرية أن أسامة هيكل قرر ترك منصب وزير الدولة للإعلام. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد في تصريح منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك أن أسامة هيكل تقدم باستقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي. المتحدث أشار إلى أن استقالة الوزير تأتي نظرا لظروف خاصة دون شرح مزيد من التفاصيل. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وهل لي علاقة برفض الدعوة من القضاء المصري بإغلاق مكتب رويترز في مصر أم لا؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وحادث قطار جديد في الإسكندرية. وشهدت محطة قطار المعمورة الشرق الإسكندرية انفصال عربة قطار أبو قير قبل دخوله لمحطة المعمورة الشاطئ، ما بث الذعر وهلع بين الركاب. وقالت منى عصام أحد شهود العيان إنها كانت تستقل القطار وحدثت حالة من الفوضى وبدأ الركاب يقفزون من أبواب القطار. وأضافت لم نعرف ماذا يحدث حتى علمنا بانفصال العربة الأخيرة من القطار، وأشارت إلى أنه لا تجد أي إصابات. وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع انفصال عربة القطار. المصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية، ويعني أتمنى يعني محاسبة المتسبب في الحوادث في مصر، محاسبة يعني صارمة لما نحاسب المسؤولين عن الحوادث التي تحدث بسبب انفصال القطار أو حوادث خروج القطار
قطار من على السكة الحديد، ويكون عقاب صارم. أعتقد إن مش هيبقى فيه أي حوادث للقطارات في مصر. هل حضرتك مؤيد رأيي ولا لأ؟ قولي في التعليقات، وأنا يعني بقرأ التعليقات ومنتظر رأي حضراتكم. ننتقل لخبر آخر معانا، ونبأ عاجل الكيان: الصهيوني يعلن حالة التأهب. قال أفييف كوخافي رئيس الأركان العامة في الجيش الاحتلال إن الجيش منشغل بإعادة الهدوء في جنوب الكيان الصهيوني، لكنه يظل في حالة التأهب تحسبا لأي تصعيد. وأضاف كوخافي: نحن نعمل على استعادة السلام والاستقرار في الكوميونات الجنوبية. وتابع وقال: لكننا مستعدون تماما لتصعيد محتمل وحملة أوسع، ونقوم بالاستعدادات الآن. واشتبك الجيش الاحتلال مع نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة ليل السبت الماضي. طبعا كان في بيان من مصر صادر، وهو يعني كان رد ناري على ما قام به مجموعة من الصهاينة ضد الفلسطينيين، وكان رد مصري قوي. أترك لحضراتكم التعليق، إن شاء الله في يوم من الأيام هنشوف القدس متحررة بإذن الله من جيش الاحتلال ومن الكيان الصهيوني بإذن الله وبإذنك يا رب. ويجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد لله الفقير إسلام الأمير من قناتكم على اليوتيوب باسم مصر ميديا آي إي بي، وعلى الفيسبوك باسم إسلام الأمير مصر ميديا آي إي بي. إن شاء الله أنشر لحضراتكم دائما كل التفاصيل وكل الأخبار اللي بيتم نشره يوميا على الصحف المحلية والعالمية بإذن الله. وتحية كبيرة لأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج والبيت عم معنا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.